استكمالا لتقاريرنا الميدانية من محافظة مادبة، نحن الآن في منطقة جبل بني حميدة وبالتحديد أمام بلدية جبل بني حميدة. نلتقي الآن مع رئيس بلدية جبل بني حميدة محمد وراد الشخانبة للحديث عن واقع البلدية، الخدمات التي تقدم للمواطنين، الآليات، ما هناك إن كان هناك نقص بالخدمات العامة التي تقدم للمواطنين أو لا، إن كان هناك نقص في الآليات، بأي إمكانية أن تقوم وزارة البلديات أو وزارة الأشغال أو أي وزارة مهمة لتقديم الخدمة لهذه البلدية المهمة في منطقة محافظة مادبة. أستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي خلدون نرحب بك وبفريق طاقم الحقيقة، ونوجه الشكر إلى سيد البلاد وإلى سعادة النائب زكريا الشيخ وإلى موظفين طاقم الحقيقة، وأهلا وسهلا بك باسمي وباسم أهالي جبل بني حميدة أعضاء وأهالي، نرحب بكم بجبل بني حميدة مرة ثانية. فإحنا عندنا الحمد والشكر لله بجهود الله وجهود سيد البلاد وجهود معالي وزير البلديات، كل شيء ببلدية جبل بني حميدة يعني متوفر. معالي وزير البلديات زارنا يوم الخميس اللي فات فطلع على هموم البلدية، والحمد والشكر لله يعني ما عندنا أي مشكلة ببلدية جبل بني حميدة، الآليات متوفرة. فوجه شكري إلى معالي وزير البلديات لأنه أعطاني اللودر وأعطاني تنك مية وأعطاني مجمع دوائر حكومية وينقل يعني وفر على البلديات، وهو الرجل المناسب بالمكان المناسب. أما بالنسبة للخدمات بلدية جبل بن حميدة هي محطة محروقات بمقدر 250 ألف عملة البلدية، وقمت بتضمينها لمصفاة البترول مقابل النص 50% إلي طبعا لبلدية جبل بن حميدة و 50% لمصفاة البترول، مردود مالي للبلدية. مردود مالي للبلدية. فعندنا مشروع الآن يعني إن شاء الله يعني جهود الله وجهود وزير البلديات، مشروع المخازن اللي هو مجمع الدوائر الحكومية بقيمة 80 ألف منحنا إياه معالي وزير البلديات. ووجه الشكر إلى معالي المهندس سامي هلسة وزير الأشغال لأنه زارني يوم الخميس اللي فات وكان برفقته معالي وزير البلديات، ولأول وزراء اثنين يزوروا بلدية جبل بني حميدة، لأنه بلدية جبل بني حميدة هي مهمشة للمسؤولين، إلا هذول الوزراء الاثنين اللي زارونا. فوجه شكري إلهم على تبرعوا بعمل المنعطفات بقيمة 167 ألف أوزع إلى عطوفة مدير أشغال مادبة، وهو مشكور، هو عطوفة مدير أشغال ديبان بتكلفة بدراسة التكلفة، وطلعت 167 ألف يوم الأحد اللي فات، قمنا بالجولة عليها ودرسوها المهندسين، وامبارح يوم الاثنين أخذت الكتاب من عند عطوفة مدير أشغال مادبة وهو مشكور ونزلته على معالي الوزير، وأخذوا مني معالي الوزير ووافقنا على 167 ألف لشوارع جبل بني حميدة. بعد اطلاعنا على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في منطقة جبل بني حميدة برفقة رئيس البلدية، الآن يلا على مكاول لنطلع على واقع الخدمات المقدمة للسياح والأجانب الحاضرين إلى المنطقة برفقة رئيس بلدية جبل بني حميدة محمد وراد الشخان. هي مكاور مطلة الحمد والشكر لله للضفة الغربية لأخواننا فلسطين، نقول الله يقويهم ويديهم لأنهم هذول أخواننا، وكل الدعم لهم من جبل بني حميدة ومن أهالي جبل بني حميدة، لأنه إحنا جيران فلسطين، وفلسطين والأردن هي عبارة عن موطن واحد، وإحنا أخوان وأهل، وكل الدعم لفلسطين ونقول الله يقويهم. وإحنا يجينا وإحنا يعني البحر الميت أمامنا هي قدامنا، والإخواننا موقع الحج وموقع يعني المشنقة حنا المعمداني بها المشنقة هنا، وهي حج للمسيح إخواننا المسيح. وأهلا وسهلا بكم كاور، ويلا على طريق الزارة نشوف طريق الزارة، لو كونها هي المنفس الوحيد لجبل بني حميدة وبلد سياحية والمية الصاخنة فيها، والحمايدي بدال ما يلفوا 40 كيلو على مادبة ثم ينزلوا على طريق المعين، احنا عندنا هنا عبارة عن 8 كيلو وانك على المية الساخنة. يلا على المية الساخنة نوجهكم يا واقع الحال. إذا هذا واقع الخدمات في منطقة مكاور وجبل بن حميدة ومنطقة السياحية الموجودة والأثرية في محافظة مادبة، نسيها الزمان كما نسيها المسؤولين. هذه رسالة لكل مسؤول في وزارة السياحة للترويج عن هذا المكان المهم والشهير ويوضع على الخريطة السياحية. من مكاور من أمام تلة يوحنا المعمدان
خلدون الأزايدة، الحقيقة الدولية.